السلام عليكم ورحمة الله، معكم نزار الدحماني. عدنا لكم في فيديو جديد على قناتي. فيديو اليوم مهم جدا بالنسبة للناس الذي تريد البدء أو تعلم الدرومز أو الباطري أو الطبل. نعم، في هذا الفيديو خصصت لكم 5 نصائح بالنسبة للناس الذي تريد تعلم الدرومز. هما كتبتهم في هذه المذكرة الصغيرة، ولكن سأقرأهم مثل الأفكار، ولكن سأشرح الأفكار. أول فكرة، أول شيء عليك معرفته هل أنت مستعد أو لديك إرادة للتعلم مهما كانت الظروف. نعم، لأشرح هذه. هل أنت مستعد؟ هل أنت عندك فكرة، عندك إرادة للبدء لتعلم الدرومز؟ إذا كان عندك كل هاد المقومات للبدء، لا تقول لا، اعمل كما أعمل. هناك تقنية يقول له 5 ثواني لاختيار القرار. نعم، اختر القرار في 5 ثواني. نعم، جاءتك فكرة في نفسك 2 3 4 5 6، نعم سأعملها. That's it. نعم سأعملها. من بعد 5 ثواني عليك أن تكون اخترت القرار. هل ستبدأ؟ هؤلاء نعم. لا تجعل الظروف، لا تجعل ال كما نقول ال سميت المحيط، لا تجعل المحيط يؤثر على الإرادة، لا تجعل المشاكل يعني تحبس إرادتك، لا تجعل أي شيء يوقف إرادتك. نعم، قل أنا أريد أن أتعلم، أنا أريد أن أصبح يعني أريد أن أصبح فنان معروف، أريد أن أصبح نعم أنا اليوم الأول الذي تعلمت فيه الدرومز. أنا ديجا كنت ألعب، قلتها في البراميل والصوت، ولكن من بعد ما جاءتني الدرومز أشكر عليها عائلتي، عزفت اليوم الأول، عزفت اليوم الثاني، عزفت اليوم الثالث، اليوم الرابع قلت لنفسي ها أنا أعزف، ولكن ماذا سأفعل بهذا الدرومز؟ من ثم بدأت أفكاري وبدأت طموحاتي للوصول للعزف، يعني من مدينة صغيرة اسمها جمعة سحيم بإقليم أسفي، أنا الوحيد الذي كنت أعزف الدرومز في تلك المدينة. وبدأت برويدا رويدا أتعلم وأتعلم حتى وصلت إلى هدفي في المغرب. يعني كنت أعمل على أن أصبح إنسان يعرفه الناس في المغرب في الدرومز، وأيضا أشتغل مع فنانة، وأيضا أشتغل في مهرجانات معروفة، والحمد لله تحقق حلمي. يعني جميع الفستيفالات المعروفة في المغرب اشتغلت فيها. لهذا كن طموح وخلي إرادتك طموحة جدا، لا تجعل الظروف تؤثر عليك. ثانيا هو شراء الآلة العزف أو تدبير مكان لتعلم. أحسن أن تكون الآلة لكم، و سأشرح لكم هذه الفكرة. نعم، بالنسبة للناس، أغلب الناس تكون عندهم سيارة، يتعلمون يسوقون. لو تريد أن تسوق أو أن تكون لديك سيارة، لازم تكون عندك سيارة. عندما تريد أن تتعلم السياقة لازم أن تكون لديك سيارة، كذلك في الدرومز. إذا أردت أن تتعلم الباطري أو الطبل، فالفكرة لازم أن يكون عندك درومز أو لازم أن يكون عندك باطري للتعلم. نعم، هي الفكرة، هي الإرادة موجودة، ولكن بأي مادة ستتعلم؟ عليك أن توفر آلة لنفسك. نعم، في المغرب توجد، أنا أتكلم عن المغرب، يوجد يعني آلات رخيصة بثمن جيد، ولكن هي مستواها ضعيف، ولكن في الأول لا تفكر في أن تكون لديك درومز جميلة وكبيرة وكثير. نتعلم بأبسط الأشياء في الأول، بأبسط الآلات في الأول لكي تصل إلى هدفك. نعم، أربطت لكم هذه الفكرة بالسيارة. إذا أردت أن تتعلم السياقة،
لازم أن يكون لديك سيارة أو لازم أن تدخل إلى مدرسة تعليم السيارة، كذلك في الدرومز. إذا لم تكن عندك آلة، حاول البحث عن دور شباب أو صديق أو اكتري درومز، ولكن أغلبية أنصحه دبر فلوس واشتري درومز. نعم أنا أعرف الظروف أن الكثير من الناس لا يتوفرون على مادة وأموال، ولكن أي شيء في هذا العالم يريد تضحية، أي شيء يريد تضحية. إذا أردت أن تصل إلى هدفك فعليك أن تضحي. نعم أنا كنت أشتغل في أمور أخرى لأضحي في الموسيقى. نعم إذا أردت أن تصل إلى الهدف الثاني أو أن تحقق أو تبدأ الحلم، عليك توفير آلة موسيقية. هذا الكلام موجه إلى عازف درومز، أي آلة، أي شخص يريد تعلم أي آلة. هذا الكلام موجه لك، هذا الكلام لن يقوله لك أي شخص ستسمعه في هذه القناة إن شاء الله. نعم ثالث نصيحة أقولها لكم في إطار التمرن، كونوا لوحدكم، لا تحضروا معكم أي شخص، لأن في أول مشوار الإنسان لا يكون متمكن ويستحي العزف أمام أصدقاء، وهذا بهذا كونوا لمفردكم لكي تأخذوا راحتكم. نعم بالنسبة للناس الذي تتعلم الدرومز في الأول، بالنسبة للناس التي تتعلم الدرومز في الأول، أغلب أحيان تصطحبون أصدقائكم معكم في دار الشباب أو في منزلكم. أنا كنت أيضا في الأول كانوا يأتوا عندي أصدقاء، ولكن ما كنت أرتاح في التمرن، ما كنت أرتاح في التمرن. لهذا إذا أردتم تعلم الدرومز وبسرية تامة ولا شخص يعرف أنكم تتعلمون الدرومز، وأيضا أخذ مستوى رائع في الدرومز، أنصحكم عند التمرن لا تصطحبون أي شخص معكم، سواء لو كان من عائلتكم قولوا له لا، انفردوا بمفردكم في العزف. نعم اقفلوا الباب على نفسكم، تمرنوا بمفردكم، لأن في الأول نخطأ ولكن نحن نستحي. أنا أخطأ وأستحي أقول لا سيضحكون علي، دائما أقول حاول في أول مشوارك لا تتقابل مع الناس، تمرن بمفردك حتى تكتشف نفسك أنك متمكن من بعد مارس الهواية أو موهبتك أمام الناس، لا يحظى عندك جمهور ولا تأتي عندك أفكار أو انتقادات أو ناس يحبون عزفك. لهذا في تمرن أو في العزف في الأول لا تصطحبون أي شخص معكم في التمرن، لأن أغلبيتنا نستحي. أنا بعض المرات أنا بالنسبة لحد الساعة عندما أتمرن، أنا لحد الساعة عندما أتمرن أقفل الباب عليه، والله حتى أختي حتى أبي لا يشاهدونني عندما أتمرن، لأنني أريد بعض المرات تكون تقنيات أنا لا أتقنها ولكن أريد أن أتعلمها، ولكن علي أن أتعلمها لمفردي، لا يكون معي أي شخص. لا أحب أنا بالنسبة لي لحد الآن لا أحب أي شخص أن يكون معي أثناء التمرن. عندما أتمرن لوحدي، ولكن عندما أكون في مهرجانات أو في الإعراس ذلك لا يمكنني اختيار العزف لوحدي، ذلك أعزف أمام الناس لأبرز وأقدم ما تمرنت عليه بمفردي. نعم عندما يسألونني أين تعلمت هذا، من علمك هذا، لن تكون عندهم فكرة، ستكون الفكرة عندك أنت، وتكون أنت من تريهم كيف يعزفون. هذه فكرة الثالثة هي العزف تمرن، يعني تمرن بمفردك. سننتقل إلى الفكرة الرابعة، هي حاول استماع كثيرا إلى فيديوهات حية أو مباشرة لسهرات، ليست أغاني ستوديو، لكي تأخذون خبرة بعازفين السابقين في الميدان. نعم من بعد ما تشتري آلة وتبدأ التمرن، حاول يعني عمل واحد تقنية هي سياسة التقرب إلى الحلم. نعم أنا عندما كنت في مدينة صغيرة أو في فيلا صغير أتمرن، كنت أعمل
أني أحط الدرومز أمام الحائط وأتمرن أمام الحائط. وعندما أتمرن أقوم بوضع سماعات والبحث عن لايفات، يعني سهرات حية للفنانين في الخارج أو بالنسبة أيضا في العالم العربي. كنت أستمع إلى الراي، إلى الشاب خالد والشاب مامي، أغلبية الشاب مامي، كنت أنا من محبين الشاب مامي، وأيضا إلى لايفات لعازفين خارج في الخارج، في أمريكا وفي فرنسا وفي غير ذلك. ولكن عندما كنت أتمرن فوقهم، يعني أعمل اللايفات وأتمرن وأغمض عيني، وكنت أتخيل نفسي أنا من هو عازف في هذاك في الفيستيفال. والله عندما عقل على هذه السهرة، كنت أتمرن على سهرة الشاب مامي في مهرجان موازين، أغمض عيني وأتخيل نفسي أنا من يعزف مع الشاب مامي في موازين، يعني أعزف. وبعض المرات والله تقنيات أضيفها على اللايف الذي كان، وعلى مستوى عازف الدرومز الذي كان مع الشامان. والحمد لله تحقق حلمي وعزفت، ليس مع الشامان، وعزفت نفس الفستيبال ونفس المنصة، وأيضا نفس الدرومز عزفت عليه. الحمد لله هذه تسمى قانون الجذب، يعني اجذب حلمك بهذه التقنية. يعني تخيل نفسك أنا أريد أن أعزف في هذا المهرجان في أمريكا أو في المغرب، وتابع معه. نعم ستخطع، نعم لن تتمكن في المرة الأولى، ولكن ستتمكن في المرة الثانية والثالثة وحتى الرابعة والخامسة. حاول دائما، حاولوا حاولوا حاولوا، وفي الأخير ستصلون إلى الهدف. نعم كلنا في الأول نفشل، ولكن من بعد نصل. لماذا أنصحكم بمشاهدة الفيديوهات اللايفات؟ لأن الاستوديو يكون أنا نقول الواقع والخيال. الاستوديو خيالي، أما المهرجانات واقعية، تشاهد المجموعة تعزف واقعيا بدون، نعم بالأخطاء وبكل شيء، أما في الاستوديو لا يكون هناك الخطأ، يعني المجموعة لن تكون هناك الخطأ. ومن بعد أنت أيضا ستكتشف وستعرف أن تعرف تقنيات اللايفات، وأيضا كيف تتعامل مع المجموعة، وتشاهد عازفين كيف يعزفون، كيف يرتبون الآلات تبعهم، وأيضا كيف تكون أنا ريجلاج أو لا أعرف كيف أقوله، يعني كيف يكون التون تبع الدرومز. أيضا كل هذا الشيء ستعرفه من اللايفات. حاول الاستماع إلى لايفات أو سهرات حية مسجلة في يوتيوب. في يوتيوب أنا سأعطيكم رابط في الأسفل للسهرة الذي قلت لكم ديال الشام مامي، وحاولوا البحث عن سهرات مثل تلك السهرة، وتمرنون على سهرات حية سواء في الشعبي في الغربي في جميع الميادين الموسيقى. هذا كانت ديال النصيحة رقم 4. أما النصيحة الأخيرة هي الخامسة، حاول رسم خطة في تعلم والأهداف والأحلام تريد أن تصل إليها، وأيضا قم بإقفال أذانك وابتعاد عن الناس السلبيين، أنت لست في حاجة إليهم، وابحث وتعرف عن أناس إيجابيين يدعمون موهبتك. نعم هذه هي آخر نصيحة سأنصح بها جميع الأصدقاء، أنصح بها دائما جميع أصدقائي، أنا أعتبركم أصدقاء لا أعتبركم مشاهدين. دائما أي شخص يسألني أريد البدء في العزف، أريد أن أبدأ مشواري في الموسيقى، أنصحك يا أخي عند مشوارك الفني أو أي مشوار تريد أن تتعلمه، ابتعد عن الناس السلبيين. نعم ستصادف ناس سلبيين كثيرا في حياتك، لا يعجبني عزفك، لا أحب ماذا تقول، لا هذا الشخص مستواه
يعني ضعيف، هذا الشخص مستواه صعب، هاد الناس سلبيين، لا تحاول التقرب لهم. نعم اجلس معهم ولكن اعتبر كلامهم عابر من الأذن وخارج من الأذن الأخرى. لا تستمع للناس السلبيين الذي يحطمون طموحاتك وقراراتك. حاول دائما البحث على الناس الإيجابيين أو الناس التي تعطيكم طاقة إيجابية، التي الناس التي تشجعكم على الموهبة، التي تشجعكم وتقول فيكم كلمة ولو بسيطة ولو صغيرة ولو يعني كلمة تعطيكم قوة وحافز للتعلم كثيرا. الناس السلبيين لا ينفعون في أي ميدان، في أي ميدان هناك ناس إيجابيين وناس سلبيين، في الموسيقى أو في الطب أو في التعليم وإلى آخره، هناك ناس إيجابيين وناس سلبيين. حاولوا الابتعاد عن الناس السلبيين، لأن أنا بالنسبة لي أنا دائما أبحث عن الطاقة الإيجابية وأبحث عن أناس يعطونني طاقة إيجابية. نعم أخذ الطاقة الإيجابية من أبي وأمي وأختي، هم الأولون، هما يشجعونني، هما يقولون لي اذهب، نعم نحن نشجعك. وأيضا عندي بعض أصدقاء يعطونني طاقة إيجابية، ولكن هناك الكثير كثير من الناس السلبيين يقولون الدولة لا يعطوننا وطرة لا نحب ونريد أن يعطوننا. يا أخي والله لو لم تبحث عن موهبتك بنفسك لن يدق عليك أي شخص ويقول لك هاك الدرومز أو هاك العزف أو خذ العزف أو خذ أي شيء. نعم ابحث عن نفسك بنفسك، نعم حاول رسم هدفك. أنا أقول له هدف لكي أتحصل على طموحاتي، أخذ أوراق وأقول أوراق وأقوم بإلصاقها في الحائط، أكتب عليها أريد أن أعزف في هذا المهرجان، أريد أن أعزف في هذا المهرجان، أريد أن أصل إلى هذا المستوى وأصدق. والله حتى أنا في المغرب كنت كانت عندي أوراق فيها مهرجانات التي عزفت فيها، والله حققتهم كلهم سجلتهم، كلهم الفستيفالات التي كنت أطمح لهم سجلتهم. قلت لنفسي أريد أن أسافر إلى أمريكا، والله حققتهم. أنا الآن هذا الفيديو مصور من أمريكا. لهذا دائما طموحاتكم اكتبوها وستصلون إلى أي شيء تريدونه، أي شيء تريدونه غير الطموح وبالطاقة الإيجابية وبإيمان إيمان صافي لله سبحانه وتعالى. كان هذا هو آخر كلامي، خمسة نصائح هذا ما تمكنت لكتبه. والله كتبتها في التران في القطار، كتبت هذه النصائح لكم. أتمنى أن تستفيدوا من هذه النصائح. أتمنى والله أنا أفرح عندما أرى أي شخص يستفيد من فيديوهاتي. أحاول دائما أن أعطي طاقة إيجابية لعازفين ترومز، أحاول دائما أن أعطيكم الطاقة الإيجابية. بعض المرات أكون سلبي ولكن أقوم بإبعاد السلبية وأعطاكم الإيجابية، لأنكم أنتم لن تحتاجون السلبية، ستحتاجون مني الإيجابية فقط. لهذا اطمحوا لمستقبلكم وفي العزف ولشيء أي شيء جيد في هذا المكان. أنا درست في المغرب، والله عندي شهادات، عندي أمور، أنا درست، عندي دبلومات، ولكن موهبتي التي شجعت نفسي وشجعتني عائلتي وأناس أقارب هي من أعطتني الكثير في المغرب. لأن يقول إذا لم تأتي بالقلم تأتي بالقدم. هذه النصيحة التي أريد أن أقولها لكم. Believe in yourself، هذا هو المثل الذي أقوله دائما، ثق في نفسك ستصل إن شاء الله. ثق، believe in yourself، ستصل إلى أي مستوى أردته، أي مستوى تمنيته في حياتك، أي مستوى تريد أن تصل له. ثق في نفسك وثق في إيمانك وابدأ. أصعب شيء هو
البداية. أول شيء أصعب شيء هي البداية، ستصل إن شاء الله ستصل. من أعجبه الفيديو اعمل لي لايك، وأيضا إن لم يعجبك الفيديو اعمل لي ديزلايك، ولكن اكتب لي في الكومنت في التحت لماذا لم يعجبك الفيديو، وأنا سأناقش معكم وسأحاول أيضا تبديل. وأنا لكم بهذا المعنى إن شاء الله فيديوهات جديدة قريبا. سأتابر وسأواصل. يعني هدفي هو مساعدة الناس بشيء، أي شيء أعرفه أساعدكم به إن شاء الله. سأتمنى من أي شخص يشاهد هذا الفيديو أن يصله، أن يصل إلى حلمه، وأن يصل إلى أي شيء يريد في حياته. كان معكم أخوكم نزار الدحماني. لا تنسوا زر سبسكرايب في القناة ليصلكم دائما جديدي. وإذا أردتم التواصل معي سأحط لكم الفيسبوك والإنستغرام تبعي، هو هذا الإنستغرام والفيسبوك، وهذا هو رقم الهاتف تبعي فيه الواتساب، هو رقم رقم أمريكي. نعم تواصلوا معي، وأي سؤال تريدونه سأجيبكم عندما يكون لدي وقت، لأنني عندي أشغال أخرى، عندي شغل، عندي أمور أخرى. عندما يكون لي وقت سأجيبكم، وإن شاء الله سأجيب أي شخص يراسلني في أي من هذا. شكرا، أتمنى لكم التوفيق. كان معكم نزار الدحماني. سأقفل الكتاب بخمسة نصائح مهمة لأي شخص عازف للدرامز. شكرا لكم.